أطلاقت الأمانة العامة للصحة النفسية حقيقة عملت خطوة غاية في الأهمية، وأعتقد إن في كتير ناس محتاجين الخطوة دي، وأطلاقت مش بس على مستوى مصر لكن كمان على مستوى الشرق الأوسط والبلدان العربية المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان. والحقيقة إن المنصة دي بتوفر خدمة للصحة النفسية ومتابعة الصحة النفسية المجانية، ودي حاجة هايلة من غير فلوس، ولكل الفئات العمرية، ما فيش فئة معينة هي اللي هتحصل على هذه الخدمة، لكن كل الفئات أطفال العمرية. وشباب ومسنين ومش مصريين وستات. لكن كمان الإخوة اللي عايشين معانا على أرض مصر بينتموا لجنسيات تانية يقدروا يستفيدوا بهذه الخدمة. يعني مش هتروح أنت مثلا سوري عراقي يمني لبناني أي ما كان جنسيتك إيه، هتروح في حد يقولك لا والله أنت لازم تبقى مصري، لكن طول ما أنت مقيم في مصر على أرض هذه البلد العظيمة تقدر تستخدم، فأنت تقدر تستخدم هذه الخدمة. خلونا نقول لكم كده المنصة دي الحقيقة، لأنه هو عمل رائع. المنصة دي بتشتغل ازاي؟ المنصة دي منقسمة الى ثلاث اقسام. القسم الاول هو قسم بينزلك معلومات تثقيفية، اي حاجة عايز تخش تسأل عنها ليها علاقة بالامراض النفسية، ليها علاقة باكتر الامراض المنتشرة، ليها علاقة، هتلاقي اجابات علمية موثوق فيها، ما فيهاش اي شبهة غلط. فده منصة تثقيفية، ده جزء منها، ودي حاجة مهمة جدا انك يبقى عندك مرجعية او عندك حتة ترجع لها، مش بس تفتح جوجل وتدور وتتخبط، لا انت عندك حتة انت ضامنها ومتأكد منها. صحيح. اما القسم الثاني فهو قسم الخدمات والعيادات، سواء بقى كانت عيادات افتراضية، يعني التطبيب عن بعد اتكلمنا فيه قبل كده، ان انت تاخد ميعاد من دكتور تختاره موجود على أونلاين، المنصة يعني تعيش أونلاين وتعمل معاه الجلسة بشكل أونلاين برضو، ودي حاجة رائعة لأنه بتحافظ على جزء كبير من خصوصيتك، فيها كتير من المرونة في اختيار الوقت والزمان والمكان، وبتسهل الأمور جدا. وإحنا كنا اتكلمنا قبل كده وقلنا إنه التطبيب عن بعد هو اللي جاي، حتى كمان قلنا النيرسينج اللي هو التمريض عن بعد. أما بقى الجزء الثالث من المنصة فده جزء الخاص بالناس اللي شغالين على المنصة نفسها، إنهم يطلعوا تقارير، إنهم يطلعوا استطلاعات، إنهم يطلعوا دراسات ليها علاقة بمستخدمي المنصة. عمل عظيم وهيوفر حاجات كتير وهينقذ ناس كتير من عذاب نفسي أليم.